يسأل حضرتك، ذكرت نقطة بث هذه اللقطات بشكل مباشر طبعا في هذا أمر القنوات، إلى أي مدى ده بيجعل من المواجهة اللي حدثت بالأمس يمكن أثر أقوى في نفوس المصريين، طبعاً على الرغم أن في عمليات عديدة لها أثر لها أثر أقوى فضل. بدليل ببساطة شديدة، أنا راقبت كل الإخباريات العربية، القنوات الخارجية كانت بتنقل الصور عن قناة إكسترا نيوز. صحيح. ببساطة شديدة. هذا تطور جديد. هذا تطور جديد. لأنه ببساطة الحقيقة وحدها هي التي تصمت ويسقط، أما الزبد فيذهب جفاء، كل الزيف يسقط. الحقيقة لابد أن تبادر بها أنت. هذه معركة فيها ميزتان كما قلت. ميزة أولى أنها حرب معلومات، والشهيد الذي سقط هو بطل معلومات. نعم. يعني في الأساس. يعني اتنين، هذه العملية تعامل مع الإعلام المصري بحرفية أكبر. وطبعا لا يمكن إغفال دور الداخلية في توفير يعني الصور، لأن طبعا في صور عديدة التقطها أشخاص. إحنا في عصر يا إخوانا ما عادش ينفع تخفي فيه حاجة. إحنا في عصر لا يستطيع أحد أن يخفي الشمس بأصابعه. بادر أنت بالحقيقة تهزم المرجفين. يعني دي القيمة الأساسية. لأنه افترض الجدل أن هذه الصور لم تظهر، وأن بيان الداخلية قال أنهم بادروا بإطلاق النار وكذا، هيقول لك والله حصل ما حصلش بتاع، يعني إمكانية لترويج قصص أخرى، قصص موازية. القضاء على القصص الموازية سواء صدرت بحسن نية أو بسوء نية، غالبا القضاء عليها بكشف المباشر عن الحقائق. هذا يعزز موقف الداخلية. وطبعا مثل هذه المعارك الناس بتتعلم من تجاربها. يعني الكلام عن التفاصيل، المعركة كيف دارت، ووقف إطلاق النار ثم التوقف عن إطلاق النار وغيرها، هذا يمد الجهاز الأمني بخبرة مضافة، لأنه التراكم في التعامل بيكون تراكم فني وتراكم من اليقظة. فلا نستطيع القول بأن دي يقظة لعمليات الإرهاب في محيط القاهرة، لا، هذه ليست يقظة لعمليات الإرهاب، هذه إضافة للرصيد التقدم إلى عمل وقائي واستباق. أعيد وأؤكد أنه النهوض وحدة واحدة. نعم. الذي ينهض ضد الفساد هو الذي ينهض ضد الإرهاب، هو الذي ينهض ضد أكوام الزبالة في الشوارع. نريد أن نكون يعني أنا قلت كنت أقولها قبل ثورة 25 يناير 2011، أن البلد عايزة بلد. فعلا البلد عايزة بلد، وبدأنا نعثر على نقاط ارتكاز. نعم. لعل أظهرها في ظروف الراهنة، ونحن لا نختار إلى الثورات من السوبر ماركت، ولا نختار التطبيقات الخلاص من بدائل عشوائية. لابد لا أحد يتنكر لنقطة ارتكاز الراهنة، كانت الجيش النخاع العظمي للدولة المصرية. ولما أقول النخاع العظمي ما بقولهاش عبثا، النخاع العظمي هو اللي بيفرز كرات الدم الحمراء واللي بيفرز الأجسام المضادة وهو كذا. فكرة عدوى الانضباط إلى غيرها من أجهزة الدولة، والكلام دلوقتي بنتكلم عن جيش مصر الأبيض، بنتكلم عن رد الاعتبار لقطاعات في المجتمع، وبنتكلم دلوقتي عن رد الاعتبار لعمال النظافة. نحن نريد أن نرد الاعتبار لكل مصري. المعادلة الصعبة التي يجب أن نتقدم إليها هي الدولة القوية والمجتمع القوي. قد يكون في ذلك تناقض لأول وهلة، أن دائما قوة الدولة بتأتي على حساب إضعاف المجتمع، لكن النموذج الجديد يحتاج إلى أنه الدولة القوية والمجتمع القومي القوي يقام التوازن بينهما على خلفية من الاستقلال الوطني والتصنيع الشامل وحكم القانون.